هنا يتم تجميع جريد النخيل بعد إزاحة أوراقها وقبل دخوله الورشة. وهنا تبدأ العملية في تقطع الجريد على أشكال وأحجام حسب طبيعة الأثاث المصنعة، وكل قطعة من الجريد تعد مهمة ويتم الاحتفاظ بها حتى وإن كانت صغيرة. ومن الجريد يستخلص الشكل ومسامير التثبيت وحتى الخيوط التي ينسج ويغلف بها الأثاث لاحقا، وتتطلب العملية دقة وصبر في كل هذه المراحل حتى تكون القطعة بشكلها النهائي قبل أن تمرر إلى مرحلة الدهن والتلميع. وبهذه الخطوات يتم صناعة كل هذا الأثاث الذي بات يزين أفخم الفيلات وأجمل الحدائق وأرقى المحال التجارية.